البرايتال بونز هي أكبر عظام الاسكال، وهي عظام من النوع المزدوج، يعني في منها رايت وليفت. والبرايتال بونز بتكون الجانبين العلويين من الكرينيوم، وبيفصل ما بين الرايت برايتال والليفت برايتال سوتشر اسمه ساجيتال سوتشر. والبرايتال بونز بتتصل من الأمام بالفرونتال بون عن طريق الكورونال سوتشر، وبتتصل من الخلف بالأوكسيبتال بون عن طريق اللمدويد سوتشر، وبتتصل بالتمبرال بون من أسفل عن طريق الاسكوماس سوتشر. ومن أهم علامات أو اللاندماركس الموجودة في البرايتال بونز هو وجود الفيرتكس، والفيرتكس هي أعلى نقطة في الكرينيوم وفي الاسكال عامة، وهي أعلى نقطة بيتصل فيها عظمتي البرايتال مع بعضهم. ده غير ان كل برايتال بون بتحتوي على بروز في المنتصف بيطلق عليه اسم برايتال ايمينينس، وبيتم معرفة عرض الكرينيوم من خلال قياس المسافة بين كل برايتال ايمينينس في كلا الجانبين. والعلامات البارزة والحفر او القنوات اللي موجودة على السطح الداخلي للكرينيوم واللي منتشرة بشكل خاص على السطح الداخلي للبرايتال بونز، سببها هو تطابق المنينجيال فيسلز والسريبرال جيراي أو السلقاي اللي هي الأوعية الدموية السحائية وتلفيف وأتلام المخ.